طبعا فلوج متأخر، صباح النور. اليوم ان شاء الله رحنا لمدينة الانتاج. هنا كنا وصلنا للقاهرة، هي كانت بعيدة بزاف على داري، 3 سوايع ونص. طبنا في طريق، كنا وصلنا بعد طبعا مسافة طويلة. جمال كان عيان مسكين، وقعد قدام، ما قعدش قدامي. هنا كنا وصلنا، احلى حاجة فيها انه فيها تنسيق لداخل، قاع البنايات اللي فيها لونهم غاز عجبوني بزاف. تقولوا لكم في ميكي، عجبتني بزاف البنايات الغاز. هنا مدينة الإنتاج الإعلامي، وطبعا النهار والحياة وشروق قاع هنا. هذه واحدة القلعة كانت لداخل، عموما احنا ندخلو دوكا داخل هذه القلعة، ام بي سي مصر هنا لداخل. غلطنا في الطريق، رجعنا ودخلنا من هذه البوابة. طبعا كاين باب دخلت منه، دوك نوريه لكم. وهنا كانوا فرشينها قاع طابي غوج، وكان الاستوديو في الاخر قاع. اكيد شفتوا الحلقة، اللي شاف الحلقة يقول لي واش رايه. وهنا كنا نمشي خطوة خطوة، قعدنا نستناو ونتفرجوا. هنا هاد الباب اللي دخلنا منه، جمال كان فرحان صح، طبعا كاع الناس، وانا كنت فرحانة بزاف صح. اكيد على بالكم الصرا في الاخر، يلا مش مهم، المهم كنا فرحانين. المذيعة كانت بزاف لطيفة وكانت حنينة، يعني عرفت تتعامل معاها. وهنا كنا مروحين، ساي باي باي. باي باي جمال، يلا ما تنساوش ديروا كومنتات. جمال شفتني؟ كنتي ملعلعة برولة؟ قصة حبنا وقصة كفاح أبوك يعرفها، وهنتصيط، الناس كلها تصيطنا، روقوا علينا. المهم جنب الجات بالليل كده، وقمت رايح قاعد معاها، قلت لها ست الكل. قالت لي ايه؟ قلت لها انا يعني عايز اقول لك حاجة، بس يعني فاهمة يعني افهميني يعني. قالت لي قول. قلت لها بصراحة انا نويت ان انا اخطب. قالت لي بجد؟ فرحت طبعا. منين؟ منين؟ قلت لها هي هنا ساكنه، هنا ساكنه، هنا ساكنه، هنا يعني. ما كنتش عايز تقول انها جزائريه؟ ما هي هتصدم، عرفتها منين؟ فقمت قايل لها بصي يا ماما افهمي بس، هي مش من مصر، هي من الجزائر ولسه جايه هنا. وانا ارتحت لها. انا كشاب يا ماما ارتحت لها، عايز اتجوزها. كلمة بابا. قالت لي ايه؟ خرابي في الجزائر؟ بيمثل المشهد يعني، هو عامل يا خرابي. والله انت يا خرابي. طب انت اتكلمت معاها؟ قلتها لسه عارفها، بس بصي انت اول ما هتشوفيها هتحبيها. هقف هنا بقى، اول ما شافتك حبتك ولا هو كان بينكب؟ لسه بقى. لا شافتني لما قعدنا مع بعض انا وهي لوحدنا، حضنتني وبستني وعجبتها اول مره. والله قالت له شوف انا ما نخطب لك هذه برك. لا والله لو غيرها ما راح نخطب لك، نخطبها لك ونخطبها يعني. كانت عايزه بسرعه. وانا اللي سمعته كده برضو، ان انتوا لما يوم قرايه الفاتحه، ولا باين يوم يوم ما رحت، يوم ما رحت تشوفها، جبتوا الشبكه في يوميها، يوم قرايه الفاتحه. اول يوم جاء عندنا، اول يوم جيت عندنا، قمت رحت جبت الشبكه في ساعتها. لسه انا جاي لك اهو في الطريق. لما احنا الوقت مش هيكفي التفاصيل دي. انا عايزه اسال اسئله. طيب خليها تسال. ايه الصور الحلوه دي؟ احكوا لي ده ايه ده؟ ده كاتب الكتاب. ده كاتب كده، كان في نفس اليوم برضه مع رجل؟ لا 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 لا، يعني سبته مسافه شويه. ده كان كاتب الكتاب، ده كان بعديها قد ايه بقى؟ بسنه، سنه وشهرين. خطبته سنه يعني. وبعدين كتبت الكتاب واتجوزته بعد كتب الكتاب على طول؟ قعدنا تقريبا اسبوع. اسبوع. اسبوع واتجوزنا. ده صور الفرح. كان صور الفرح. ما شاء الله لا قوه الا بالله، ربنا يسعدكم ويهنيكم. انت بقى يعني، هو مامته في الاول كانت رافضه عشان خاطر مش مصريه، ولما شافتك حبيتك من اول لحظه. باباكي وافق انك تتجوزي مصري في الاول ولا لا؟ لا ما وافقش. بابا غلبهم، تعبهم بابا دي. جمال يعني حاول يتكلم مع بابا اكتر من 5 مرات، وبابا كان كل ما يكلمه جمال يقول انا مسافر، عندي سفريه. بيسافر عشان ما يكلموش ولا يجي ليه، عشان يهرب من الموضوع. يقعد اسبوع ويجي، يقعد اسبوعين ويجي، ما يقعدش هنا خالص. على جمال ما يقدرش يهدر مع جمال. اخر حاجه مشي جمال اللي كلم بابا، مامة جمال كلمت مامتي، ومامتي قالت لبابا، فالاهل تكلموا مع بعضهم. الستات خلصوا القصه بقى. بابا راح سال عليه ورن على بابا.